مبروك مقدما يا تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبست الجاكيت جدا. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما ادخلي انت وانا هقابلهم. حاضر. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنهش. يا ماما عيب كده اتفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي انا جدتي مش خالصه انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني استني. تركتن دن بكملي بكملي تركتن دن بكملي يا بفرة بفرة بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غرق جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. طيب ارقص يا تانت ام نوال العينة. حياتي النبي الرطوبة. يا تانت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف الرطوبة. اعتبروه مربوط. حازم الشراب هتحرق. ايه يا هارب؟ حد قال لك ان ابني ملبوس؟ هنا يا بشندي ظهر. هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتطلع عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لحظة ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش فاهم. هم العقول ايه؟ هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف مكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. اخرتها يا نوال تسرقونا. اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا مقشف امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف. يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا نستناك تحت. بنتي يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده هو ده حمدي الجواهرجي الحبيب؟ اوعى ايدك سيب البدله. سنين سنين مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيبنا اضربها بره. اضربها بره. اضربها بره. اضربها بره. عندك ده يلا بابا. عندك يلا راجل انت مالك خدك لك واسرع. يلا يا معفن يلا. خبرتي نفسك جايين على ابو كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان اديلك عمولتك. الله 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 اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقعدنا يا عم في حته بقى عصبتنا. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد بشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول بشاندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده اما كان بشاندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت لوزه الخدامه بنت بشاندي صدق هو بشاندي؟ انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه هوده معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال نوال. يا بيهي. بقول لك يا نوال انا عايز عنوان بشاندي ضروري. بشاندي ايه بقى ده وقته؟ احنا مصدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا. ده انا ممكن اولع الدنيا. ايه يا اعمى يا اعمى؟ ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ لا يا عم انا عملت لها حاجه. انا هستناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش؟
بنتهب علينا ليه؟ في حاجه؟ اه في حاجه، في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطع. اسكت انتي. مين البت دي؟ ايه واحده كده. واحده ايه يا تيمور؟ البت دي تلزن، نفض لنفسك يا نفض. ايه في حاجه في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفه. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وفاسين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض، عايز حاجه ياض؟ اه عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى. إيه؟ بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها اهو. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكوا ليه؟ يلا يا بسله اتفلوا. يلا ايه يا كابتن، في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجه، انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس انا قمت بالواجب يا باشا. صح؟ خد خطيبتك وروح، وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ انت بتستهبلي، ياخدوك ايه ده؟ انت روحي افهملي، انا ما اقدرش اتخانق وانت معايا تتبهدلي، وكنت شايف الحكومه في المكان. انا قلت كده برضو. هتعمل ايه مع باشاندي؟ لا باشاندي ده حكايته حكايه. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلينا نمشي بالشارع ده، انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي، انا ماشي. اصحى يا سيبتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقة. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي؟ يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقة العربية؟ وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جايب لك حقك. ما تشوف بس، سيبنا نام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجة يا بابا؟ كنت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. ده بيت باشاندي؟ هو دوت. اخلص اخلص. حاضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلع. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى. والله حزنت عليك، والله تأثرت لي. لحظة ابكي. الله يقول لي، انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول، وانت واقف على رجليك. خمسة. معك فلوس وعملت مرة وانا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. يا ابيض. والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيتها. انت ما ربيتها. ما ربيتها. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لستك 100,000. يا اخي السؤال هذا المال حقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطي. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابوي. انا شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين باشاندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشه اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغنفنيش، بقولك طلع تهوى الفلوس. عم راجل هو اللي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهده يا ابني. تيلو خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم، يعني الطيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله، والله ساحر.
الاتموسفير حب كله السحر والله. مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين ما معك ساعه؟ معي سموك. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سياره؟ معي سياره. اعطي. يا 300 ألف اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك، الشباب شباب تبعنا. خير يا بيش؟ ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير، اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت، ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل؟ قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. اولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني، وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفله. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي، ما كذب. قلت له عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام، ما تنام وجواك جن، جن جواك. شوف تاج السيره يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت، لو ما طلعت الجن والله تقرصك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا، غير الهدايا واليخوت. هيك ما تبغي فاشل. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني، تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا عمي. لمبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طراني اعمل بيبي دخان. والله سوي بوليوشن. اطلع. وش طالع؟ اطلع. قلتلك وش طالع؟ أنا العفريت. فاتني يا حرامي. أنا مش حرامي. لا حرامي تسرق كل الناس. فاكر آخر مرة سرقت فيها؟ لو تتسعهم من أوالي يا حرامي. أنا مش سرقتش حاجة. لا لا العودة 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 يا معلم. والله انا كان قلبي حاسس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل، لازم منوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا، منوال انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا، لا يجوز ترجع تقول يا جوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يا جوز وارجع اقول يا جوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. زي. ام نوال مستنيه الخلانوسه فارغ الصاب. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين، وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا باشندي؟ ايوه يا هانم، الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخويا زغرت ده انا الفرحه مش سايعاني. لا دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا باشندي يا اخوي، لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده، انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. هتوه اسمع يا عم زفت انت. اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده، تعال اوريك هنعمل فيك ايه.
لفوا